ادخل يا باشا. هو يكون حد خد باله من حاجه؟ هو حد فضيلي؟ ده انا سايباهم ضحك ولعب واخر انسجام العيله وعيله العيله عندها، يتلموا في عزاها ان شاء الله. جبت الامانه؟ اه، نقطه واحده من دي كفايه. مفيش حاجه حبان على جدتها ولا الهوى. ايه يا وليه، دي جايه لها من بره مخصوص على اسمها. اكيد اكيد. ايه يا بنتي، انت هتخوفيني منك؟ ايه اكيد اكيد. اصلها شابه صغيره، ولو جرالها حاجه لازم يدقق. ما يدققوا يا اختي، دكتور الصحه بتاعنا والبلد بلدنا، نعمل فيها كل اللي احنا عايزينه. ها، يسمع منك يا باشا. نفسي اغمض عين وافتح عين والاقي السم في جوفها. خدمتها سنين برموش عينيا، والاخر تودي ابن اللومان. ده غير الالوف اللي طيرتها عليكم. بس انا بقى مش هحرمك من ايها حاجه. امسكي، خدي المبلغ ده دلوقتي، بس خبيه من جوزك الفقري. بعدين شرفه ينقع عليه. اللي خلاني خدرتها ده كله مش هقدر على رضوان. الضنا غالي يا باشا، ولولا غلاوتك عندي انا كنت وجعتها في عيل من عيالها. لا لا، عيالها لا، ياكي تبسي شعر من شعر عيالها، فاهمه؟ صحصحي معايا وفوقي وشوف انا عاوز ايه بالظبط احسن لك. اني فهماك يا باشا، استنى ساعه البيه فيها مش موجود والعيال واكلين وشبعانين. صح كده ابتديت تفهمي، بس بقى اللي اوله شرط اخره نور، نتفق على كل حاجه. لو الحكايه مشيت تمام ومظبوط وصح الصح للاخر، ليك عندي مبلغ زي اللي في ايدك ده وفوق منه فدانين طين. انما يا اختي لو بعبعت في الكلام وخرفتي ونطقت كلمه. ما تعتلش همي، انا ست كبيره واللي فاضل مش كتير. مادام حقي هيوصل لعيالي، عمري عمري ما هنطق بكلمه. السلام عليكم. ريحه الاكل جايبه اخر العزبه. يا حبيبي تعالى. عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله لنا ايه؟ بيتزا. يا عيني عليك، ولاد إيه؟ الناس برضه. يلا حبيبي اتفضل دوق. ريحته حلوه قوي. ده احنا بعتين له الاكل في الغيط. طب وماله، ما ياكل بألف هنا وشفا. ايه يا ست انت هتعدي عليا الاكل ولا ايه؟ لا يا بيه، انا خايفه عليك، بس لحسن بطنك توجعك. انت ما اكلتيش، كولي. انت هتعدي عليا الاكل وتبصي لي فيه كمان؟ اجري اعملي شاي. يلا. حاضر. يلا. حاضر يا بيه، حاضر حاضر اللي تؤمر بيه. وهاتي البيتزا الثانيه بقى وانت جاي. حاضر. خلينا في موضوعنا. عايز اسالك على حاجه. انت لسه زعلان مني؟ انا زعلان برضه. ما استغنيش يا حبيبتي. حبيب قلبي انا. خش عليا بس الاول. طيب بس عايز اقول لك حاجه. قولي. انا حسيت ان انا زودتها معاك في حكايه عمك. والله العظيم هجيب لك سيرته دي. حقك عليا. انا بحبك يا عمك، ربنا يخليك ليا. ربنا يخليك انت ليا، ما تحرمش منك ابدا. انا بحب، انا عايز اكل. اياد مالك مرعوب كده؟ ده سؤال برضو يا خان. اثبت اثبت. اياد بعيد وايدينا انضف من الصيني بعد غسيله. ازاي بس يا خان؟ ده اي ضابط صغير ممكن يوصل لأم فكري. اياد واحنا مالنا؟ واحده بتاخد طرها من الناس اللي حبسوا ابنها، احنا ذنبنا ايه؟ يعني مش ممكن تتكلم؟ لا، ولا بعد 100 سنه. طب ومحمود؟ هو السبب، هو السبب.
كان لازم يحل المشكلة، يكبر عمه، يعمل حسابه ويحل المشكلة ودي، أو على الأقل يعفي أم فكري من الخدمة في بيته. الست الهانم هي اللي قعدتها عملت لي فيها القلب الحنين. أنت أعصابك حديد يا خال. يوه يا ما دقت على الراس طبول يا ابني، هتيجي إيه دي في الأبلاب؟ هات يوه. مش كنا بطلناها دي؟ النهارده فاكانس، النهارده العيد القومي لسعيد الشاطر وشركاه. اجري ياه، هات لي التسجيل من جوه، هات معاه شريط الست، غدا القاك. انت فاكر لما كنا سايبين بعض؟ احلى حاجه فيك انك بتفتحي نفسي على الاكل. ايه الكلام ده؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه، وكل لما اجي اقولها لك انسى. ايه؟ انت مصاحبه واحده في الابتدائيه وها؟ لا طبعا. طب هاتي. جالي وقت ما كنتش عايزه اشوفك خالص. اي كلام طبعا، ما تقدريش. ما انا اكتشفت اني ما اقدرش، كنت حاسه اني هرجع لك. يا حبيبتي ده غلط. انا وانت كان لازم نعيش مع بعض ونحب بعض عشان اعرف واتاكد ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك. ولا انا اقدر اعيش من غيرك، ولا يمكن اكون يا ربي لك حبيبي. مالك يا ست في ايه؟ الجو ده مالها دي؟ النهارده مش طبيعيه. الله، مالك يا حبيبي؟ فيك ايه؟ مش عارف، بس عايز ارجع. نهار اسود. طب اطلب لك دكتور ولا حاجه؟ يمكن اكل. ايه؟ ايه يا محمود مالك؟ لا فيك حاجه مش طبيعيه يا حبيبي. لا خلاص بس ما اعرفش ليه كده. ايه يا حبيبي؟ عندي تنميل في جسمي جامد. طب محمود تعالى اطلب لك دكتور يا حبيبي. لا ما ينفعش كده. محمود! 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 عارف احنا هنطلع اجدح منه. هنقف جنبه واسيب ونصبره. ها بالله ان شاء الله سنه ولا اتنين وهينسى، ساعتها بقى نجوزه بمعرفتنا وكل حاجه ترجع زي ما كان. ربنا يسهل بس، واللي حصل ده يعدي على خير. هيعدي يا اخي، ما تفوقنيش بتراخر وطلع سجاير من دماغي. هيعدي. ها ساعتها بقى هتتفرج على ابوها الاتم وهو واقف شاكك ان بنته اتقتلت ومش قادر يعمل حاجه. طول عمري بتعلم منك يا خير. الحقنا يا حاج سعيد. استلم البشاره وصلت. ها الحق المصيبه يا حاج سعيد. مصيبه ايه يا ريت؟ حد غيرانه حاجه؟ محمود مات. ايش انت؟ ايه؟ لا انت بتقول ايه يا بوس الغراب؟ انت دي مراته، جرى لها حاجه؟ مراته عايشه، محمود هو اللي مات. هات محمود. محمود رد علي يا ابن مراتي. يا محمود انا عمك حبيبك، انت فين يا محمود؟ رد علي يا ابن الغالي، رد علي يا ابن الغالي. محمود، محمود، محمود فين؟ نفسك ده محمود فين؟ يا خالي اهدى عشان خربت لي، تعالى اركب معايا العربية. لا سيبني، سيبوني في حالي، محدش ليه دعوة بيا، سيبوني في حالي. محمود راح. محمود، محمود. يعني انت شايف ان مفيش طريقة غير كده؟ على الأقل لغاية ما الأزمة دي تعدي والمجموعة تستعيد مكانتها الطبيعية في السوق، بعد كده نعمل اللي حضرتك عاوزه. بس أنا مش موافق. خسائر دار النشر ومشروع تسمين العجول أنا هتحمله من جيب الخاص. يا سلوى استني يا سلوى، مش كده يا بنتي، استني، ما تقوليلوش على طول كده. تقولي مالكم نازلين كده ليه؟ أصل يا بابا ملك اتصلت من المزرعة و ملك؟ مالها ملك؟ ما تخافش يا عبد المجيد، ملك بخير، اطمن. لكن لكن ايه؟ ما تتكلمي، حصل ايه؟ محمود، محمود رد عليا يا غالي، رد عليا يا عبد الغالي. محمود لا يا محمود، لا لا
تمشينيش بقيت عمري ضهري مقطوب عليك يا محمود. لا يا محمود رجع عليا يا غالي يا ابن غالي. لا ما تموتش وانت شايل مني يا محمود، ما تموتش وانت شايل مني يا محمود. الحاجة هانا من الحاجة فتحي ده واخد العيال وعمال انت تبانك انت واخدهم يعني ايه؟ راح على فين يا بنت الاكابر؟ مش كفاية اللي انت عملته؟ مش كفاية اللي احنا فيه؟ عايز تاخد ولادي وتوديهم على فين؟ اوعى من طريق طريق خلاص طريق ما سد يا اختي، وعمرك انتهى بعد موت ابن اخويا فاهمة؟ اوعى علي امل علي تعالي هنا. راح على فين انت؟ انت عايز مننا ايه؟ ما كفايه اللي حصل. انت لسه شفتي حاجه؟ اخويا مات ازاي؟ ابن اخويا مات في عز شبابه، والموتة اللي ماتها دي ما تخلش عليا ابدا. هو الموت لسني يا باشا، العمار بيد الله. ابن اخويا مات ازاي؟ طيب روح اتكلموا كلكم، والا خصما عظما هضربكم النار وانتي اولهم. احنا بنعمل ايه بس يا باشا؟ ده كان بيضحك وزي الفل، والهانم كانت بتاكله بايدها. بتاكله بايه؟ بايدها، وهي بنفسها اللي عامله الان. عملت كده ليه؟ انطري كل ده عشان تنزل لي عم بين فلوسه اللي كانت عندي؟ ما انت عندك كتير قوي يا اختي. انت بتقول ايه؟ انت جننت؟ احنا سمعناهم ليله امبارح هما بيتعاركوا لنفس السبب ده يا باشا. اخرس انا قتل محمود؟ انا طخها يا باشا؟ لا لا اللي زي دي لازم تتفضح وتتجرس في البلد كلها، لازم الدنيا كلها تعرف ان هي اللي قتلته. مين اللي قال لك ان انا اللي قتلته؟ ازاي عرفت ان انا اللي قتلته؟ طول عمرك بتخطط. اتهد بقى، اتهد يا شيخ، حرام عليك اتهد. بكره كل حاجه هتبان يا اختي، وانا لا يمكن هيهتلي بالي، ولا هاخد في ابن اخويا عزب الا لما اشوفك متعلقه على حبل المشناه، فاهمه يا اختي؟ الوليه دي ما تخرجش من هنا، امسكوها. محدش فيكوا يلمس أي حاجة قبل ما توصل الحكومة. روح انت يا ربع، انا حسوق بدالك. انت امرك يا فتحي بيه؟ خلتني قتلته بايديا. انت يعني كنت مغسل وضم من جنة يا خال؟ ايه اللي رجعه بس؟ ايه اللي رجعه؟ عمره بقى. وليه زي القطط بسبع ارواح؟ انت فكرك يعني انها هتعرف تعيش لحظة واحدة من بعده؟ حاجة الوحيدة اللي مصبراني انها ممكن تتشنق. بالمناسبة الإزازة ياها تبدلت. اوعى مو فكري تكون حطت الإزازة في دولاب ملك لتبقى مفقوسة. لا أنا قلت لها ترميها ورا أي حاجة في المطبخ، كأنها يعني خافت لأي حد يشوفها، فقالت ترميها دلوقتي لغاية لما تبقى تتصرف بعد كده. والبيت نعيمة؟ راحت عندنا عشان تقعد بالعيال. خلي بالك من البيت نعيمة، شكلها كده واخدة جنب مننا. ملكوش بنات عندنا يا بيه. يقول ايه ده؟ انا عارف يا جماعة، افهموا افهموا، انا رامز اخو الهانم، وده عبد مجيد بيه والدها. ما نعرفش حد غير سعيد بيه الشاطر. ايوه، وهو بقى اللي منبه علينا محدش يهوى بناحية الدار. في حاجة غريبة بتحصل هنا. اكيد. طب هم راحوا فين؟ راحوا مطرح ما راحوا، اتفضلوا من غير ما تروت. انا مش هتنقل من هنا قبل ما اعرف بنتي واولادها راحوا فين. العيال في حماية الباشا الكبير، وبنتك بقى تلاقيها في المركز يا بيه. مركز؟ كلمي يا ملك، دافع عن نفسك يا بنتي.
ايه اللي حصل يا مالك؟ ما اعرفش والله ما اعرف. يعني ايه ما تعرفيش؟ كنت فين لما ده حصل؟ كنت جنبه باكله. طيب وبعدين؟ حس بوجع ما لحقتش اعمل حاجه وراح مات. سعيد بيه بيتهمها بقتل ابن اخوه. انا بنتي ما تقتلش يا حضره الضابط. اللي اتقال انه مات بعد ما كل الاكل اللي هي عاملاه بايديها. وهو اي كلام يتقال تصدقوه وتقبضوا على بنات الناس؟ ده اتهام بقتل يا عبد المجيد بيه، مش حاجه سهله. المباحث ابتدت تعمل تحرياتها وزمانهم دلوقتي بيفتشوا البيت ويجمعوا الادله. ما تخافيش يا بنتي، انا من غير ما اسال ولا اعرف متاكد من براءتك. ان شاء الله يا ملك، باذن الله ربنا هيظهر الحق. بتهيألي كفاية كده يا عبد المجيد بيه. المتهمة على ذمة المباحث ومحدش يقدر يشوفها إلا بإذن منهم. عايزة حاجة يا بنتي؟ من بكرة هيكون عندك أحسن محامي في مصر. أنا مش هسكت. خلي بالك من نفسك. كان اهون عليا تطلع روحي ولا سيبهاش لوحدها في مكان زي ده. معلش يا بابا، بكره ان شاء الله هتهدى ونعرف منها كل التفاصيل وبعدين اطمن خالص. المباحث مش بتلعب، ولو ملك بريئه ان شاء الله هيقدروا يثبتوا براءتها. انا خايف لا يكون سعيد الشاطر بينتقم منها. اطلع يا ابني. ايوه يا بيه، هي اللي طبخه الطبيخ بايديها، وكانت لوحديها في الدار لحد جه ولحد خرج. طيب والشغاله دي اللي اسمها نعمه نعيمه كانت فين؟ كانت بتلعب مع الولاد بره. بس احنا معلوماتنا ان هما كانوا على وفاء تام مع بعض، وانها رجعت له بعد الطلاق على غير رغبه اهلها. ايوه حصل يا بيه، وكانوا مقطعينها سنين طويله، لكن يوم الحادثة اتعاركوا مع بعض وكان صوتهم جايب لآخر الدنيا. الخلاف ما كانش ليلة الحادثة وبس، الخلاف ابتدى من يوم ما المرحوم قرر يتنازل لعمه عن بقية فلوسه. طيب وانت عرفت الحكاية دي منين؟ أنا بنفسي رحت أودي له الشيك ورفض ياخده. ده غير بقى مشكلة الشغل. شغل إيه؟ محمود ما كانش موافق على شغلها خالص، لكن نتيجة الخلافات المستمرة بسبب الفلوس والشغل الله يرحمه كان بيفكر يتجوز. أنا الغفير الخصوصي بتاعها يا باشا، وليلتها صوتها خرم وداني. قالت له ايه؟ ايوه من الاول ولا من الاخر يا باشا؟ قول كل اللي سمعته من الاول ومن الاخر. هي في الاول قالت له الفلوس لازم ترجع بيه، بس البيه شخط فيها وقال لها ما تفتحيش الموضوع ده تاني. وبعدين؟ وبعدين اتكلموا في الجواز. جواز مين؟ جواز البيه. قالت له لو طلقتني واتجوزت أنا هقتلك وأموت روحي. أنا كنت نايمة يا بيه وما سمعتش حاجة، لكن الهانم ما تعملش كده أبدا. أي والله ده مفيش لا أطيب ولا أحن منها في الدنيا. أيوة يعني هي كانت ليلة الحادثة لوحدها وهي اللي عملت الأكل لوحدها ولا لأ؟ أيوة لكن ما لكنش، ما تقوليش لكن دي خالص، تجاوبيني على قد السؤال اللي بقوله وبس. أيوة كانت لوحدها. طيب وأم فكري؟ أم فكري كانت بره بتنظف الفراخ والأنارب، وما دخلتش لما ذبحت الفراخ وذكر البطن. بسم الله على مقامك. والله ما أنا عارفة إيه اللي حصل، بس أنا متأكدة من مين اللي عمل كده. بيقولي كل حاجة في النهاية. لحظة واحدة يا عبد المجيد بيه، أفهم إيه اللي في دماغها الأول. أي واحدة غيرها سعادة البيكا ممكن تعمل كده، وأنا حذرته. يعني أنت كنت متوقع إنها ممكن تقتله؟ لا،
قالت لي لا يا سعاده البيه، بس كان لازم تعمل حاجه، خصوصا ان الجو بينهم كان وحش بقاله فتره. اه طبعا، عشان الفلوس اللي عندك. الفلوس زادت اهميتها يا سعاده البيه بعد ما ظهرت مشاكل الشركه بتاعت ابوها. ناس مقاطعين بعض بقالهم فتره، اشمعنى ما يصالحهاش غير دلوقتي؟ ها؟ وعشان كده رفض يجيب الفلوس اللي عندك ويديها لها؟ بس ابتدت تحس انه بيبعد عنها وناوي يطلقها ويتجوز. في الحته دي بقى بالذات يا سعاده البيه الواحد لازم يقول كلمه حق. اتفضل، انا سامعك. المرحوم كان غاوي حريم، يعني اتجوز مرتين قبل كده، ده لا مؤاخذه يعني، غير الجوازات اللي ما نعرفهاش وغير الحاجات التانية، استغفر الله العظيم. على فكره انا قلت له يا سعاده البيه، قلت له يا محمود يا ابني حط نفسك مكانها، واحده قطعت اهلها مرتين علشانك، تقوم لما تصالحهم تلاقيك زهقت وناوي تطلقها؟ ما هي لازم تقلب الدنيا. ها، القضايا واضحه زي الشمس. انا اللي كنت مقصوده مش محمود. معقول الاجرام يوصل للدرجه دي؟ اللي زي سعيد الشاطر يعمل اكتر من كده؟ الحقيقه حبيبتي ما كانش فيه داعي تتحدي للدرجه دي. كنت بحاول احافظ على بنتي. عندك اي اثبات على الكلام ده يا ملك؟ هو ده السؤال المهم. همتك معانا بقى يا استاذ، ده شغلك بقى. عايز اقول ان سعيد الشاطر كان قاصد يقتلك، وان المجني عليه دخل كده بالصدفه. ايوه فاهم. ايوه طيب، وعندك اي اثبات انه كان متورط في قضيه الاسر؟ لا يا فندم. طيب، في حد شافك وانت بتطرديه من البيت؟ لا يا فندم. طيب، في اي شهود تقول انه كان على خلافات مع حد؟ حتى لو كان على خلاف يا فندم، مفيش حد هيشهد معايا. وانا ما اقدرش اخد بكلام زي ده، وخصوصا ان اقوال الشهود كلها بتاكد عكس كلامك. انا متخيله ممكن يقولوا ايه يا فندم. طيب، وردك عليهم ايه؟ انا كنت لوحدي في المطبخ، وانا اللي عملت البيتزا واكلتها لمحمود بايديا. بتهيألي لو بتفكر تقتله مش هتاكله بايديها ولا هتقول الكلام ده كله. الاقوال اللي قدامي بتقول انها كانت ناويه تقتله وتنتحر. انا انتحر واقتله ليه؟ لانك اكتشفتي انه عايز يطلقك وهيتجوز عليكي واحده تانية. لا يا فندم، لا يا فندم، الكلام ده مش صحيح. انا ومحمود كنا بنحب بعض وفي غايه السعاده مع بعض، ولا يمكن لا يمكن محمود يفكر انه يتجوز عليا. الدكتورة ملك من أصل طيب ومشهود لها بالسلوك المتزن وعلى درجة عالية من الثقافة والوعي. يا فندم، أنا مش من النوع لا يقتل ولا انتحر. تقرير التنبيه الشارع يا فندم. التقرير اللي قدامي بيقول إن القتيل مات مسموم بنفس نوع السم اللي لقوه في بقايا الطعام، واللي لقوه في ازازه الاسيتون بتاعتك وعليها بصماتك. يا فندم، انا هحط السم ليه في ازازه الاسيتون؟ ما كنت حطيته بايدي لو انا اللي قاتله، هما بيلبسوني تهمه. متهيألي بقى بعد اللي سمعتيه مفيش داعي للانكار.